البارح قلت لكم اخر حاجه غنمشي ندوش فينالمون ما دوش البارح كملت افونسيت شويه في المونتاج صافي واقيل صافي حتى المونتاج ما كملته حتى اليوم الصباح باش نحط لكم لا فيديو اللي غتكونوا نتوما شفتوها البارح دونك دابا ايلاني يلاه ناس قلت غادي ندخل ندوش فوالا دونك خلطت ثلاثه ديال الزيوت في الصباح يكون فافقت انا راني دايرهم في شعري هانتوما كيما كتشوفوا المهم ما تديوش على حاجه باسكو يلاه فايقه دابا غندخل ندوش محط ايلان ناعس وعاد نخرج ديك الساعات ونبداو لا جورني ديالنا فريش هير فريش جيجي صافي دو بيان صراحه دو بروندر هكا ندوش في الصباح بريف دونك اليوم ما شاء الله غادي تدوزوا معايا النهار كامل كالعاده اليوم ما عندي حتى شي حاجه دونك الحريره تسالات لي البارح لي صالي ما عندي حتى حاجه ما بقى والو ني فارس ني غان دو تو بقات لي غير ديك لا فارس ديال البسطيله كما قلت لكم هذيك مازال غادي نخليها حتى من بعد دونك اول حاجه غنبدا بها هي غنصب الحريره دونك شوفوا الحب دايس دونك غادي نصب الحريره شنو اخر غادي نديرو اليوم ما عرفت صراحه شنو نقدر ندير دي كيش ولا بطبوط فارسي حتى هو ايوا كيف كيمشيو نجيبو البالونسوار ديالو وعاد نبداو النهار ديالنا ندخلو لا كويزين وداكشي كامل غندوزو انصومبل بيان سور المهم يلاه قطعت مع ماما باسكو شاك ماتان كنديرلها ابل فيديو باش تشوف ايلان هي قالت لي غايجيو عندنا اليوم دونك لي بارون ان شاء الله غايجيو يفطرو معنا اليوم وتخيلوا معايا ان ما عندي فامون حتى حاجه في الدار زعما حتى حاجه ما موجوده الافونس جو سي با صراحه شنو غادي ندير غادي ندير الحريره بيان سور و جو بونس غادي نجبد ديك العماره ديال البسيطه اللي درت معكم البارح وغادي نمشي نجيب الورقه من عند هاد السيده اللي حدايا وغادي نجيب الورقه الكبيره باسكو دابا جا داكشي على خفله زعما ما كنتش هواله و جو سي با انتما معايا ونشوفوا شنو نديروا ان شاء الله في المنيو الحريره نصبتها جمعت لا كويزين وكلشي اونتر طون جا عندي ليفغور جاب لي هاد طابي دي في فرحت بزاف باسكو عرفتي ايلان زعما اللي كينفعني معاه فريمون وكنحس به حتى هو يل كيف او ميم طون سي لي طابي دي في دونك بحال هذاك شويه بدا كيطلع ليه في راسو دابا بغيت نولي كنحطو في الارض بلوس دونك خديت هاد طابي دي في يلاه وصلني نحلو نمونطيه ايلان يلاه فاق ونديرو فيه نشوف لا رياكسيون ديالو ونبارطاجيه معكم هلا هي لا غاش دي في فوالا دونك سافا مي بيرميتر انني نحطو في لو سول مزيان باسكو هادي غلا للضو باسكو كيما قلت لكم هذيك طابي دي في اللي عندو ميمكنليش نحطو هكا في الارض واللي عجبني سكو هادي يمكنني ناجوستيها كيما بغيت نهبط ولا نطلع سورتو كو دابا ايلان الى اون اونفي دو توشي شي حاجه هكا من فوق منو دونك فوالا عجبتني صراحه بزاف بوغ لو كونط اللي خديتها من عندو ها هو سي فوزيت انتريسي بيان سور وكيدز هنايا نصبت الحريره مازال خصني ندورها بمطيشه الطحين الماء ديال ايلان كيسخن هنا كنجبد الماء نستفهم واخا راه الكوزينه البارح نورمال ما كانت مقرتسه كامله هنا جبت ديك العماره ديال الحوت ديال البسطيله فريمون جات رائعه جدا داكشي علاش زعما دابا نديرها لهم وجبت لي كوب دو بولي باش ندير بهم الكيش وهادو دوك المعنات ديال السحور والمعنات دوك اللي كنت حاطه فيهم التمار والشباكيه داكشي على قد انا وعدنان حتى هما خصني نديرهم في لافيسيل دونك دابا شنو غندير غنخوي لافيسيل نعمرها نقرص لا كويزين وعاد نعاودو نتلاقاو باش هذا باش نبداو التوجه ديالنا ان شاء الله بون هنايا صافي راه الحريره تقريبا وجدات سمعوا ايضا كيهضر مع لا غاش دي في ديال حمقاته دونك غادي ناخذ هاد الشعريه ديال السفه كما قلت لكم راه نفس الوصفه اللي كنت درت في اول بلوك في رمضان هو كندير لها هكا صافي كنرمي صافي غير تبيه الشعريه وعاد ندورها بالدقيق ونتخطو راني مازال كنجمع في لا كويزين مازال ما كملتش وهذه الربعه يعني ما بقاش الحال الصراحه لهذا الشيء كله اللي باغا ندير انا سورتو ايلان دابا شويه غادي ريكلامي البيبرون ونمشي نجلس معاه واحد شويه دونك كل واحد نص ساعه من هذا الوقت هذا خاصها تحيد بون يا شيري صافي هنايا حليب حبيره الحريره ديالي صافي راه وجدات شي واحد كيصوني عليا عارو بابا هنا غادي نبدا البسطيله ديالي بالنسبه للوصفه ديال البسطيله راه غنخليها لكم اون بار دانفو بوغ لي شيغي لي اول مره غادي يدخلوا عندنا القناه ديركم اون اكسيليري باش ما نضيعش حتى انا الوقت و ميم طون تشوفوني وتهنسوا معايا شويه في لا كويزين دونك فوالا خليكم معايا
سيت لا ديالي درتهم في هذا البلاستيكه هكا باش ما ينشفوش ليا باسكو هما اخر حاجه غادي ندخلهم للفران باش نحطهم سخانين دونك نخليهم هنايا دو كوتي نجمعوا هادشي نديرو لا فيسيل و ابري غادي ندوزو باش نوجدو لي كيش ديالنا فوالا خليكم معايا دونك بالنسبه لي ميني كيش اللي غادي ندير غادي نحتاجو هنا الكعيط نحتاجو البلون دو بولي هكا وغنحتاجو بصيله اللي غادي نقطعوهم هكا طريفات صغيورين بون لي شيري هنايا في المقيله درت ديك البصيله اللي شلطت مع شويه ديال الزويته مليحه وبزيره وثومه بودغ غادي نخليها حتى تهبط مزيان لو طون اللي كتهبط ليا غادي نمشي باش نماريني البولي ديالي الوغ بالنسبه للبولي غندير فيه مليحه بزار بصلة بودغ ثومه بودغ معلقه صغيره ديال لاموطاق صافي هنا غنخلط المكونات كامله مع بعضياتها البصيله راه كتهبط ليا لو طون اللي تهبط البصيله صافي عاد نضيف عليها هاد البولي هذا عرفتي هاد الكيش هذا هاد الحشوه اللي غادي نتقاسم معكم هاد النهار زعما ما غاديش تحشمكم جربوها وردوا عليا باسكو الد حشوه ديال الكيش انا كتجيني دونك انا غادي نزيدو البولي غنحاولوا ندخلوا فيه ديك البصيله مزيان صافي حتى يطيب صافي هنايا راه الدجاج ديالي الدجاج ديالي طاب هنا غنزيد لابان دو فومي عرفتي هادي راه اروع حشوة غنبقى نقولها لكم ونعاودها باسكو فغيمون تجي لذيذة بزاف صافي غي تصهد ليا واحد شي شوية ونطفي عليه دونك هنايا خديتهم واجدين من عند هاديك السيدة اللي كنشري من عندها الورقة ديال البسطيلة فوالا مي سينو لا بغيتو لا غوسيت ديال لاباط راه غادي نخليها لكم اون باغ دانفو يلاه درناها بالنسبه لي شيغي اللي ما شافوهاش دونك هنا غادي ندهن كل وحده بشويه ديال لا موطارد من بعد غناخذ لا فارس ديالي فوالا هي كتجي على هذا الشكل هذا صافي وغادي نبدا نعمر هنايا درت لا كريم فريش وحده كامله مع جوج ديال البيضات شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار صافي هذه لا باغيا كيش اللي غادي نستعمل الان صافي هنا غندير الفرماج من الفوق من بعد غادي نخشيهم يطيبوا بيان سور وتا يخرجوا عاد نحك عليهم الزعتر ايوا ذوقوا لي كيش وعطوني الاخبار هادو فريمون كما قلت لكم غنبقى نقولها ونعاودها الحمد لله هاد لافارس واعره بزاف فريمون كتجي لذيذه غير جربوها وردوا عليا افونسيت هنايا عندي بساتيرات راكم شفتوهم خلاص لي كيش ديالي راني جبتهم ها هما كيفاش جاو ولكن مازال غادي نزيد نخشيهم في الفران باش نحطهم سخانين داك الفرماج يتكرمل شي شويه صافي هنا كندير بغريرات لو فامو بغرير تحيه لي شيغي اللي جربوه وصيفطوا ليا لي فوتو ناجح 100% انتوما هذه راه اول وحده دونك يلاه الثانيه كدير هي في المقيله كطيب صافي غادي نكمل بغريرات ديالي غندير البيض يتسلق جو غنديرو اورانج مونغ يا دراما ما يهضر هضر ملي سكت وقولي لهم بروك عواشركم ربع عواشركم خلاص عليكم الصحة والسلامة كتهضريني كنسلم عليكم كامل ماما هي كتشعل الكاميرا كتثقل بحال ما كايناش معايا وريني نيت وريني نيتي نوريك لا وريني دويرتي نوريك نيتي هاهي التانية شتو كيخرج فغيمون تيقب
pour la recette ديال البغلاوه غنخليها لكم اون بار دانفو. هما الدقيق بسيطيله ديال الحوت وغتعطيني الراي ديالك الصريح كي جات. كاينين هاد بريوات هادو اللي ماشي غير رائعين، هادو كنديرهم عند واحد السيده في مكناس، غنخلي لكم نيمو التليفون ديالها باسكو طلبتوني عليها بزاف وانا ما كانش يمكن ليا صراحه نخلي لكم النمره، تنتشاور مع السيده مي قالت لي زعما نقدر نخليها لكم ماشي مشكل. هادو رائعين جدا جدا، شوفوا بعدا جايين كاملين في قياس واحد وعفتي المذاق لا يقاوم. هادو بروات ديال اللوز ديجا ما بقاش بزاف باسكو قسمتهم انا وماما، هادو فريمون تيجيو لذادين بزاف. غادي نينو البغريرات عايشة كتاخدو في البزارة يمكن واحد القزبرات كبيرة الله يديها وماما عندها سنتة الله يديها هادي كي جاتك ماما البسيطة لا تحيد واعرة حداش حداك صاحبي عندك سنتة عندكم والو كنت حد قوم نمشي بحال هادشي هادشي بزاف عاوتاني كندير لك جميع الشيوات البسطيلة كاع كتفرشينا ماما قد تبرش لو بسطيلة عدنان كاع غالك انا صحابي ديما هكا صحابي من الباك وهي بحال هكا ماشي بديك الحيد دابا شنو قولي الحقيقة حتى ما تخلعي قولي الحقيقة ما كانش حاجة ولا ما كانش حاجة لا ماشي ما كانش حاجة كديرو كي ما كنخليهاش انا اصلا ندخل انا فاش كندخل الكوزينة فاش كندخل لبار الكوزينة اش كديري انتيا فاش كندخل الكوزينة كنقول حتى انا زعما كنبغي نكمل ليها التكميلات التكميلات كنصدق انا كتقلع كتغضب كتخرج كتخليني بوحدي انت زعما نخليها بوحدها ما كيعجبنيش انا قوت اليدين في الحاجة غندير بغرير ديري الملوي هي كيعجبها تخشي يديها في اي حاجة خصك نبشني من دابا عرفنا حقيقة شكون اللي تقربتي السيكار شكون اللي دار انت ولا خالتي؟ لا سيكار لا سيكار سيكار ولا انا كنت معايا تنطلع كنت معايا وهذيك الزمامات دخلت بالصحة والراحة بصحتكم